شو بكلك عبدو؟ شو في؟ أكيد رجال حارة الماوي هاجمين علينا. روح اجمع لي رجال حارتنا على السريع. أمرك عقيد. ركض. هاتي الخنجة شريف. مثل ما فهمتي، لو بتطبق السما على الأرض ما بتعتبي برات البيت. أمرك قلت لي أمرك، إن شاء الله دير بالك على حالك. دقري الباب. الله يستر يا رب، الله يستر. لك وينهم؟ وين القتالين الأولاد الصغار؟ وينهم؟ لك وينهم الجبنة؟ وينهم؟ خليهم يطلعوا يواجهوا العقيدة بعرب. وين الرجال اللي عمكم بالحارة؟ ابعتوا لي أتخن واحد فيكم. نحن رجال الحارة ولا؟ شو جاي تساوي هون بعرب؟ جايين نملس رقابكم واحد واحد. عدل كلامك واحفظ لسانك ابو عرب احسن لك. هاي الرقبة ما بيشيل الا اللي حطه ولا؟ ابو عرب استهدي بالله احسن لك. والله واللي اسمه الله، ما بنطلع من هاي الحارة غير ما اخذ بتارو 10 رجال منكم. تار شو اللي بدك تاخذه من حارتنا يا بضاي؟ تار الولد اللي قتلتوه يا جبنة. نحن ما قتلنا حدا. الفرنساوي كان لاحق واحد ثورجي وطلعت فشكة وقتلت الولد. والله حاربكم اللي قتلته، والحارة اللي ما بتحمي زوارة أولى حرقة هي ورجالة. لهون وبس وشكلين ما بحكي، هن كلمتين. يا أما بتطلعوا من حارتنا بكرامتكم، يا أما منطالعكم محملين. هات ما بيرجع لحتى علم عليك وعلى حارتك. ما عاش اللي بده يعلم علي وعلى حارتي. ورجينا مراجلك لشو. انه ما كنت بدي اعلم عليك، بس انت جبرتني. خذ رجالك واطلع من حارتي احسن ما اكمل عليك. اطلع.